تحت رعاية سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، أقيم مساء يوم أمس حفل تخريج إحدى دورات المستجدين في الحرس الملكي بحضور سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وبعد عزف سلام قائد الحرس بدأ حفل التخريج بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. بعدها قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتفقد طابور العرض، ثم قدم عرض عملي من قبل الخريجين واشتمل على المسير العسكري. بعدها قدم إيجاز عن الدورة وما تضمنته من برامج نظرية وعملية وتدريبات عسكرية ومهارات ميدانية وفق منهج علمي متطور وتمارين تطبيقية نفذت خلال مراحل انعقاد الدورة. وأكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن الروح المعنوية العالية التي يتحلى بها الخريجون نابعة من شغف وطني لخدمة مملكتنا الغالية ومسيرتها المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقدم سموه الشكر إلى مدربي الدورة على الجهود الطيبة التي بذلوها للوصول إلى المستوى الاحترافي المتميز الذي ظهرت به الدورة، وحث سموه الخريجين على مواصلة العطاء وحمل هذه الأمانة والجدية في العمل والتحلي بالصبر والقوة بروح العزيمة والإصرار والتضحية في الدفاع عن الوطن العزيز وبذل الجهد والمثابرة للتحصيل العسكري، متمنيا لهم وللجميع التوفيق والسداد. وخلال الاحتفال تفضل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتوزيع الجوائز التقديرية على المتفوقين في الدورة. بعدها أدى الخريجون القسم القانوني. وتواصلون هذه المسيرة في العطاء والبحث عن العلم، وإن شاء الله تكونوا مدربين وتدربون غيركم وتخرجون الأجيال اللي احنا إن شاء الله بنفتخر بهم مثل ما احنا نفتخر فيكم اليوم. أما بالنسبة إن شاء الله لخدمتكم من الآن أنا أحسبها هي الخدمة الحقيقية، أما الفترة السابقة كانت هي فقط إعداد إنكم تكونوا الناس قد هذه الأمانة وقد هذه المهمة، وأنا بلا شك أني أبصم اليوم وأجزم لكم أنكم أنتوا لها وأنتوا قد هذه الأمانة.